اهلا بيكم اعزائي مشاهدي تايم سبورتس. بنتجمع تاني وحدوته جديده من نسخه جديده من نسخ الامم الافريقيه. ابتدينا من سنه 57 وحكينا عن فوز مصر 57 وفي 59 واستمرت البطولات لحد ما وصلنا للنسخه الثامنه. النسخه الثامنه راحت للكاميرون. الاتحاد الافريقي هنا كان ذكي قوي. الاتحاد الافريقي فكر ان الكاميرون اللي حصل لها استقلال سنه 60، بس من سنه 60 ل 71 حروب وصراعات اهليه. طب لما الكاميرون قدمت على البطوله دي ورئيسهم قدم على البطوله دي، كان كله بيفكر في ايه؟ ان يوحد البلد، ومفيش احسن من انك توحد البلد على هدف واحد وهو بطولة الأمم الأفريقية. كل أفريقيا في الكاميرون، كل أفريقيا عند الكاميرون. بس شعب الكاميرون كله سقطت خلافاته، حاجة غريبة أوي. سقطت خلافاته وانتهت كل المشاكل اللي موجودة. وأول لما اتقال إن الأمم الأفريقية هنا في الكاميرون كلهم استعدوا. يا نهار أبيض، يعني الكورة تقدر توحد شعوب، توحد أفكار، توحد فكر في الوقت ده؟ ممكن دلوقتي ده لأ، لكن في الوقت ده كنت تقدر الناس تتأثر. مفيش بقى الديستورشن ده اللي موجود، مفيش حاجات اللي بتخرجك، اللي ده بيقول وده بيقول عكس ده، وده بيعمل لك مشكلة هنا وده بيعمل لك مشكلة هنا. الأجواء بالتكنولوجي الكتيرة اللي احنا عايشينها مسببة مشاكل كتيرة أكتر ما مسببة منافع كتيرة. في حتة الميديا بقصد طبعا، يعني مش في حتة العلم ولا الطب. لكن في الوقت ده الكاميرون ورئيسهم التاريخي أحمادو أهيجو، وهو أول رئيس لجمهورية الكاميرون بعد الاستقلال، قال لك أهلا بيكو في الكاميرون، بطولة عندي على ملعبين، أوميني سبورت وده في مدينة جاروة، وملعب التوحيد في مدينة دوالا. يعني الثمان فرق اللي هيروحوا هيشاركوا في الملعبين دول، هيلعبوا في الملعبين دول. النسخة الثامنة أو بطولة الأمم الأفريقية الثامنة، مراحلها الأولى أو في بداية التصفيات كان في 24 منتخب. النسخة اللي فاتت اللي كانت في السودان كان فيه 20 بس، كل شوية عمالة تزيد. أفريقيا بتزداد حب في كرة القدم، أفريقيا بتزداد عشق لنتائج كرة القدم. النهارده وصلوا ل 24 فريق في التصفيات. والتصفيات ال 24 كان فيها مصر وتنزانيا وزامبيا ونيجيريا وجمهوريه الكونغو، وتقف عندها كتير لان هي اللي هتعلم البطولات دي، والجابون وكوت ديفوار واوغندا والكونغو الديمقراطيه وتوجو وبنين ومدغشقر وموريشيس وكينيا واثيوبيا والجزائر والمغرب والنيجر ومالي وليبيا وغينيا والسنغال وغانا وبوركينا فاسو اللي كانوا غاويين انسحاب، المرة دي دخلوا التصفيات. حدث فريد من نوعه، علامة إكس، أول خروج للتصفيات لأول مرة في تاريخ مصر بعد ما اتغلبت من المغرب. المغرب بقى صحصحوا كورة، وإحنا ظروفنا كانت صعبة قوي. هحكي لكم ليه ظروفنا صعبة. يعني كويس إن إحنا قادرين نلعب كورة، كل حاجة عندنا متوترة من ساعة حرب 67، من ساعة سنة النكسة لحد عشان نوصل ل 73. الوقت ده كان وقت صعب علينا قوي كمصريين، على الأسرة المصرية. بيوت كتيرة عاشت ألام كتيرة حكيت لكم عليها في الحلقات اللي فاتت. لكن مصر تناضل، مصر بتحاول، بس المحاولة المرة دي فشلت. المغرب خرجتنا من التصفيات بعد ما تخطينا ليبيا في الدور الأول، أو بعد ما عدينا ليبيا في الدور الأول وكسبناها رايح جاي 1-0 و2-1. قابلنا المغرب، مدربنا كان ديتمار كرامر، اختار التشكيل بتاعه. المباراة الأولى اتغلبنا 3-0. 3-0 كانت قاسية، مش ناقصة نكد. الوقت ده كنا كلنا الشعب المصري في حالة إرهاق نفسي، مش ناقص كمان نكد في الكورة، لكن النكد السنة دي كان كتير في الكورة. ما قدرناش نعوض في مصر، واتغلبنا 3-2، وانتهت التصفيات، وتأهل 6 منتخبات، 6 بس اللي راحوا. اللي راحوا مع السودان اللي هي البطل النسخة الأولانية سنة 70، والكاميرون
اللي هي مستضيفة البطولة، زائير راحت، كونغو راحت، كينيا، مالي، المغرب، توجو، وطبعا زي ما قلت لكم الكاميرون والسودان. منتخبات كتيرة جديدة لأول مرة حبت تشارك في نسخة 72، يعني المغرب لأول مرة، كينيا، مالي، توجو يشاركوا لأول مرة. خروج المنتخب أنا قلت لكم ليه مبرراته. الجو كان وحش في مصر قوي، الناس خلاص حزينة وغضبانة لدرجة ماتش كورة بين الزمالك والأهلي، ماتش كورة سنة 71-72 اتسبب إن الدوري يتلغي، يعني الدوري مكملش، مفيش منتخب، ما اللعيبة بقت متوترة جدا. والموقف كان بتاع ضربة الجزاء الشهيرة مروان الكنفاني وفاروق جعفر والحكم كابتن ديبة. طب ده كابتن ديبة اتعمل له إيه في اسكندرية؟ والنبي وزارة الرياضة عملت له إيه؟ أول لاعب يجيب سوبر هاتريك ومصر تفوز بالأمم الأفريقية سنة 57 كان الكابتن ديبة. بعدها بقى حكم في نهائي الأمم الأفريقية بعدها بثلاث دورات. هو موجود كان في المباراة دي وكان حكم برضه، ولغى المباراة لأنه خاف على الجماهير. اللعيبة بصراحة في الملعب ما كانش عندهم المسؤولية الكاملة. ما حدش عايز يتغلب، مش فاهم ليه. الضغوط والاحتقان والتوتر كان كتير. فخلى الديبة خاف على الفرقتين، فلغى المباراة بعد اعتراضات غير عادية من مروان الكنفاني ولعبة الأهلي والزمالك، دخلوا في توترات، الموقف باظ، المباراة خلصت 2-1 شكلا، لكن موضوعا الدوري اتلغى. والكابتن الديبة كان عنده حق، كان عنده حق، محدش كان يتحمل اللي حصل في المباراة من أي حد، بس الأجواء كانت كده. عشان كده أنا ببرر للمنتخب إن هو ما قدرش في التصفيات يصل لنهائيات الكاميرون. كل حاجة كانت صعبة، كل حاجة كانت مستحيلة لمنتخب مصر، كل حاجة كانت ما تقدرش توصل بيها للنتيجة المثلى. كرامر مدرب منتخب مصر ما كانش يقدر يعمل حاجة، ده اللي كان عندنا كله الوقت ده. كانت الصحف القومية بتاعتنا كلها بتناشد الهدوء والالتزام والانضباط من جماهير الكورة، بتكلم شعب مصر إن في أمل. كل حاجة كانت متلخبطة ببعض، سياسة برياضة بفن، كانت عايزين نهضة. كان عندك رئيس جديد بعد وفاة، لازم أرجع وأقول لكم إن كان رئيس الاتحاد كرة قدم المصري عندنا سليمان عبد الحي سليمان، رئيس الاتحاد الأفريقي من كان عام 1972، كان السوداني برضو عبد الحليم محمد. جه بعد كده بعد عبد الحليم محمد الاثيوبي تسيما من 72 ل 87، مده كبيره قوي قعدها كان رئيس النادي الاهلي الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، علامه كبيره في النادي الاهلي. ورئيس نادي الزمالك كان ايضا توفيق الخشن، علامه كبيره قوي في تاريخ نادي الزمالك. سنه 72 المجتمع بتاعنا كان عامل ازاي؟ حروب استنزاف غير عاديه كان بيعملها الجيش المصري، والجرايد تكتب عنها عشان تحفز، الجرايد تكتب عنها عشان تخلي الشعب يؤمن بقضيته انها في الاخر هيكسبها. الفتره دي الفن ما سكتش والسينما ما سكتتش، بس عملوا اعمال كتيره ملخبطه. افلام خفيفه فيها ضحك زي اضواء المدينه، احمد مظهر بقى وشاديه، وطبعا المخرج فضيل عبد الوهاب، كانوا بيناقشوا الاسره ومشاكلها والطفوله والديمقراطية والتحولات اللي حصلت السياسية للديمقراطية من الاشتراكية للديمقراطية و وراح طلع لنا إمبراطورية مين؟ فيلم أسرة، بس هو في مضمونه سياسة. فاتن حمامة في زيها، هو في زي فاتن حمامة بطلتها وهبتها ونعمتها ورقتها؟ طبعا القصص دي على طول تلاقي ممضية إحسان عبد القدوس وحسين كمال مخرج. دي السنة كانت غريبة، لأن في الآخر السنة دي برضو دخل فيها فيلم لقيته كده بالصدفة، كان الشيماء، وكان فيلم عبقري ديني عبقري، بيقرب الناس، بيوري الناس العلاقة بين العبد وربه والتحولات اللي فيها. السينما كان ليها تأثير، حتى الست أم كلثوم كان ليها تأثير، وغنت يا مسهرني للشاعر أحمد رامي. حاجات كتيرة، خسارة كبيرة عشناها في الكورة، لكن الشارع المصري كان يظل ينبض بالرغبة في الحياة، بالرغبة في الانتقام، من هزيمة 67.
قد تكون هزيمة كورة، لكن صدقوني كانت آخر سنة في الحزن، كانت آخر سنة في التعاسة، كانت آخر سنة في الهزيمة بالشكل ده. البلد دي اتحولت لفرح كبير سنة 73، بطولة مفيش أجمل من كده، كله مستعدلة، لكن من غير مصر. الكاميرون البطولة الثامنة، تعالوا نعيش معها. تصفيات البطولة كله دخل التصفيات ما عدا طبعا الكاميرون وما عدا السودان اللي هو كان البطل في البطولة اللي فاتت. تصفيات نتائجها كانت عجيبة بالنسبة للناس، كارثية، كابوس، وفي ناس شافوها فرح وعيد. الكاميرون قاعدين يتفرجوا على التصفيات ولقوا مصر وقعت، يا فرحتي، فرحوا، أحلامهم تزيد. لقوا مين كمان؟ غانا. التصفيات دي كان فيها مفاجآت كبيرة جدا، خروج مصر وكمان خروج معاها غانا، اتنين أقوى فرقتين في إفريقيا يغيبوا على البطولة. ده منتخب غانا رغم إنه هو وصل للأربع نهائيات في الأربع النسخ السابقة أو الأمم الأفريقية السابقة وحقق منهم مرتين، لكن خسر قدام توجو وما تأهلش. توجو خسرت غانا. وكوت ديفوار اللي كان معاها بقى قعدنا نتكلمكم طول الحلقات على لوران بوكو وعظمة لوران بوكو، كمان هي كمان فشلت. الكونغو برازافيل كسبتها. يعني مصر وغانا وكوت ديفوار، ثلاث منتخبات بالذات مصر وغانا، هم التقال قوي ان هم يغيبوا اعتقد اثروا على البطوله، قللوا من قيمه البطوله، وان كان اسعدوا طبعا ناس كتير. احنا كنا تقال قوي على اي بطوله، مصر فراعنه افريقيا وغانا الستارز البلاك ستارز بتوع افريقيا، وبصراحه فرقتين ما كانش ينفع يغيبوا. لكن مشوار مصر كان في التصفيات بدايته كان مع ليبيا في الدور التمهيدي، لعبنا ليبيا هناك وفوزنا 1-0 بهدف لحنفي هليل. حنفي هليل ده لاعب المحله كان قالب الدنيا، المحله دي كنتش حد يقدر عليها، اللي يروح يلعب المحله في المحله سواء افريقي سواء من مصر ماتش صعب. مباراه العوده 2-1 والهدفين برضو حنفي هليل. يا سلام. بقيه التصفيات كان لينا بقى عندنا فيها ذكرى طبعا سيئه جدا، لان مصر بعد ما كسبنا ليبيا وعدينا وقعت قرعتنا مع المغرب. المغرب في الوقت ده كانت راجعه الايجو بتاعها كبير، مناخيرها عاليه، هي اللي لعبت كاس العالم وجايه بعد ما خرجت من كاس العالم بتلعب الامم الافريقيه. ثقه، لعيبه بيتعرض عليها الاحتراف عندهم، قلبين الدنيا في العالم كله، عروض كانت مقبوله جدا من المغرب، واول مباراه معانا وصدمه كبيره 3-0. تتعوض ازاي دي؟ المغرب كسبت مصر 3-0 3-0، ما تقدرش تعمل حاجه. المباراه الثانيه عملنا مباراه رائعه في حدود المتاح، في حدود مشاكلنا، في حدود ضغوطنا، في حدود وقتنا ده، كسبنا 3-2. المغرب دي ما كانتش تتغلب بس كسبناها 3-2. حسن الشاذلي كان موجود في المباراة وحط بصمته في المباراة، وظهور رائع لإنسان رائع كابتن طه بصري، 3 أهداف، كسبنا 3-2. ودي كانت حكاية مصر في تصفيات الأمم الأفريقية اللي ما قدرناش نحضر منها. عندنا عذر؟ آه عندنا عذر، ظروفنا صعبة، أجواءنا صعبة، جماهيرنا كمان كانت بتمر بوقت صعب، مفيش حاجة كانت تقدر تساعدك ان انت تقدر تقدم منتخب قوي. حتى المدرب بتاعنا مستر كرامر ما قدرش يجهز منتخب قوي، وان كان قدر يعمل اللي عليه في حدود المتاح. مصر خارج الامم الافريقيه في الكاميرا.
مستر كرامر. مستر كرامر المدرب لمنتخب مصر كان حيران، مفيش بطولات، مفيش حاجة يقدر يبني عليها شخصية منتخب، مفيش حاجة يقدر يفكر يكون عنده منتخب قوي غير انه يجمع لعيبة ويبتدي يشتغل عليهم بشكل فردي او بشكل جماعي ويقدر يعمل منتخب يلعب بيه البطولة. كان مسكين، مفيش حاجة تساعده. طب يعني مبادئ مدير فني انه يكون في بطولة يتفرج عليها ويختار لعبته. هو اختار نتيجة لعيبة لعبوا جزء أول من بطولة، لأن البطولة الدوري باظت زي ما حكيت لكم قصة ضربة الجزاء في مباراة الزمالك والأهلي اللي باظت منها المباراة. مستر كرامر اتفرج على شوية من الدوري المصري وقرر اختار لعيبة، هقول لكم جزء منهم مش كلهم، لكن اختار مثلا سرد باكين كابتن بوبو وكابتن سياجي ومعهم كابتن محمد توفيق، وكان معاه كابتن هاني مصطفى. حاجة بصراحة يعني أسماء كلها أثرت تماماً في حياتنا كلاعبين، أسماء مميزة. دول كانوا خط الدفاع بتاعنا، كان حراس المرمى طبعاً كابتن حسن علي، ده كان راجل اللي ما شوفوهوش، كان راجل أكروباتي، كان طويل بس يمسك الكرة ويروح متشقلب في الهواء وطاير واقع على الأرض، عارف الحمام الزاجل كده وهو طاير في الهواء يلف كده، اللفة دي كان هو مخترعها، أي كرة يمسكها ويروح طاير ولافف ونازل، فقالوا عليه حسن أكروبات لأن كان أكروباتي في طريقته وفي مسكته للكورة، كان مثير، كان في ناشئ طالع وراه وحش، وبعد كده هحكي لكم على الوحش اللي اسمه إكرامي، كان وحش كبير عملاق من عمالقة حراسة المرمى في أفريقيا. اتظلم بصراحة إن ما تمش اختياره من أحسن ثلاثة في أفريقيا، لأن أعتقد الثلاثة اللي اختاروهم كانوا في الوقت ده نكونوا بالأنتوان أو بالأنتوان الأول وبعدين نكونوا وبعدين عتوقع حارس مرمى تونس، وأنا أعتقد إن إكرامي كان يستحق يبقى موجود لأنه كان جون عملاق عظيم بصراحة، كان جون فلتة من فلتات مصر. كان كمان في التشكيل طه بصري في نص الملعب، وده كان لعيب فنان على درجة هادي جدا، ذكي جدا، منضبط جدا، صانع ألعاب جدا، حاجة غير عادية كابتن طه بصري. يعني تشكيل منتخب مصر كابتن علي أبو جريشة، الفاكهة بتاعتنا، الهيدرز بتاعه انه يطلع في الهواء، اتنين في مصر عرفوا يتعاملوا مع الجاذبية الأرضية، اتنين في مصر طلعوا في الهواء فوق وفضلوا واقفين وغيروا جسمهم في الهواء وغيروا راسهم وحطوا الكرة في الجون، على طول تقول علي أبو جريشة وجمال عبد الحميد، الاتنين دول الوحيدين اللي كان عندهم قدرة التعامل مع الجاذبية الأرضية. علي أبو جريشة كان موجود وحسن الشاذلي موجود، فرويد يلعب في كل العصور، حسن الشاذلي تبتدي بيه خمسينات ستينات سبعينات ألفينات أي وقت، فرويد لحد النهاردة. مستر أجيري لو حسن الشاذلي موجود كان أكيد حيجيبه، لأن هو مش لاقي حد كان لحد النهاردة، أو إحنا بقالنا فترة مش لاقيين فرويد. حسن الشاذلي ده يلعب في أي وقت وفي أي عمر، كان هو الفرويد. وكان معاه كمان الجناح الطاير، وأول من اخترع كلمة الطاير طبعا أستاذنا الكبير عادل إمام، بس كمان كان في طاير في الملعب اسمه إبراهيم عبد الصمد، كان جناح طاير، كان غير عادي. كان منتخب مصر هي دي شخصيته، وده كان أسلوبه، وده كان كل حدود كرامر وكل اللي قدر يعمله في وقت كان صعب جدا في كل ملامح البلد السياسية، كل تركيبة المجتمع بتاعتنا السياسية الفنية الاجتماعية الرياضية، كله كان بيمشي بصعوبة لأن ما كانش عندنا هدف الكورة في الوقت ده، ما عندناش هدف كورة، كان عندنا هدف استعادة كرامة وطن، استعادة كرامة بلد، فتقبلنا في التصفيات الهزيمة واتغلبنا بعد ما خرجنا من المغرب اللي كان يستحق بصراحة. المغرب كان راجع من كأس العالم زي ما قلتلكم، متميز جدا، رائع جدا، قدر يكسب نتيجة تقيلة قوي علينا 3-0 في اللقاء الأول في المغرب. اللقاء الثاني على أرضنا احنا ما نتغلبش، ودي كان شعارنا، وكسبنا 3-2. المجتمع مقسوم لكن كله تلم في البطولة، كله شجع في البطولة، كل رجع تاني في وحدة الكاميرون اللي تمت على إيد كرة القدم في نسختها سنة 1972 الأمم الأفريقية بالكامل.
بطولة وليها حكايتها، كل بطولة وليها قصصها ومبارياتها، مباريات تشيب الشعر، ومباريات تخلي الناس نفسها يسكت، ومباريات تخلي الناس سعيدة. كرة القدم دي عالم مليان كل المتناقضات بجد، وده سر من أسرار حب الناس للكرة، إنك يوم سعيد يوم حزين. فالبطولة في الكاميرون والبطولة التامنة في الأمم الأفريقية، يعني دي كانت البطولة، هم الكاميرون لما كسبت البطولة دي كانت مهمة ليها في الأبعاد السياسية. يعني هي لما كسبتها في 2019 ما قدرتش تنظم لمشاكل قد تكون صحية أو في أمراض أو في مشاكل في البنية الأساسية بتاعتهم، عشان كده البطولة جت مصر. ولما جت مصر طبعا ما فيش أحلى من بطولة تيجي لمصر، ومصر في أي وقت تلاقيها جاهزة. فالبطولة 2019 وهي اللي جت مصر، ورحلوا بقى تنظيم الكاميرون قالوا لهم انتوا 2019 معلش ما انتوا ما كملتوش، يبقى 2019 نديها لمصر. الله اكبر في عينين الناس كلها اللي دايما جاهزه، وتروح البطوله الجايه ليكوا في 2021 تبقوا جاهزين يا كاميرون. والكاميرون في الوقت ده كانت عايزه تدور على نفسها، وكينيا وغينيا اللي وصلوا مع الكاميرون. المجموعه الثانيه ضمت زاير، الكونغو، والمغرب، والسودان البطل. بعد طبعا مفاجأة للجميع لأن الكاميرون اترشحت باللقب، لكن بصراحة هي خرجت بعد مباراة كان حكمها الكابتن مصطفى كامل منصور، وخرجت بعد مباراة عصيبة وكانت مؤلمة ليهم قوي. المفاجأة في البطولة دي مش بس كمان خسارة الكاميرون في الدور قبل النهائي، لا، خسارة السودان حامل اللقب، الفرقة اللي قلبت الدنيا وكسبت الجميع وخدت البطولة السابقة، لكن خرجت وبنتائج سيئة وآخر المجموعة، تخيل من بطل أفريقيا لآخر مجموعته. لكن المفاجآت فضلت مستمرة، التصفيات ما سابتش حد إلا ما عملت معاه مفاجآت، والبطولة نفسها ما سابتش حد إلا ما عملت فيها مفاجآت. السودان البطل خارج بطولة الأمم الأفريقية بعد التصفيات الأولى فيها، السيمي فاينل، البطولة أو السيمي فاينل ما بين أربع فرق، والأربع فرق كانوا الكاميرون وزاير وجمهورية الكونغو ومالي. دول الأربع فرق اللي لعبوا سيمي فاينل في بطولة جميلة، لكن دايما هتظل أفكركم كانت من غير مصر وغانا أقوى فرق البطولة. نتائج عجيبة في البطولة. المجموعة الأولى هحكي لكم عنها كل حاجة، وانتوا عارفين طبعا إن المجموعة الأولى اللي طلع منها الكاميرون المنظم واحد مع كينيا ومالي، كاميرون وانطلاقة صاروخية واتنين زيرو على توجو، تفوق حاد للكاميرون. كاميرون بترقص، كلها بترقص. كينيا وتوجو بعد كده في نفس المجموعة الأولى دي اتعادلوا 1-1. جت بعد كده مالي، الصعب، الفرقة التقيلة قوي. تعالوا بقى نشوف المجموعة التانية، ونشوف المغرب اللي خرجت مصر، ونشوف السودان اللي هي بطل الأمم الأفريقية. السودان اللي هي كانت بطل الأمم الأفريقية اتعادلت مع زائير 1-1، والمغرب كمان اتعادلت 1-1 مع جمهورية الكونغو. بعد كده السودان والمغرب برضو 1-1، وزائير وبرضه 1-1. حاجة غريبة المجموعة دي، عشان جمهورية الكونغو تيجي وتلخبط كل حاجة في المجموعة دي، وتروح كسبانة السودان وتزقها في آخر المجموعة في قاع المجموعة، جمهورية الكونغو تكسب 4-2 السودان، وتنط هي أول المجموعة، وتروح جمهورية الكونغو نهائي اللي قلت لكم جمع بين أربع فرق: كاميرون، جمهورية الكونغو، مالي، وزائير. مباريات غير عادية، مباريات حزن وألم في الكاميرون، بس كانوا خلاص مسكوا قدام بعض، بس كانوا خلاص حسوا ان هم شعب واحد. مالي عرفت تكسب زاير 4-3، يعني مالي وجمهورية الكونغو هيلعبوا الفاينل المركز الثالث والرابع، زي ما البطولات خلاص بقت لازم يتلعب مركز الثالث والرابع. لعبت زاير ضد الكاميرون، الناس ما كانتش زعلانه، كل الناس كانت متعاطفه مع الكاميرون ان هي على الاقل تحقق ميداليه. وفعلا الكاميرون حققت ميداليه وكسبت زائير 5-2 عشان تطلع على المنصه. بس جنب مين في الفاينل؟ جنب الكونغو ولا مالي؟ ده هنخش في حكايه الفاينل وحكايه النهائي واحكي لكم الحدوته مين البطل، ده الجزء الجاي بتاعنا.
فاينل افريقيا في الكاميرون، بس من غير الكاميرون، جمهوريه الكونغو ضد مالي. مباراه مليانه حواديت، مباراه لما قعدنا نراجعها ونقراها ونشوفها، لا غريبه، كره القدم ده عالم غريب. مالي فوزور اول والوصول للفاينل، جمهوريه الكونغو اول مره توصل لدور الاربعه واخر مره ما حصلتش تاني. المباراه دي كانت غريبه، يعني مباراه كل احداثها كده تقف وتتفرج على عظمه واثاره كره القدم. منتخب الكونغو برازافيل حسم اللقب وفاز على مالي 3-2، لان هم معجبين بالمباراه، بشكل المباراه. مالي بتحاول والكونغو خطفت كل حاجه في 7-8 دقايق، غيروا كل حاجه في المباراه 3-1. فضلت نهائي مليان احداث، دايما النهائي تلاقي 1-0 2-1 بالعافيه، شوط اضافي، ضربات جزاء، لكن النهائي مليان كوره ومليان. واخر كاس في تاريخهم، مش في تاريخ الامم الافريقيه، تكسبوا الكونغو. كل بطولة ليها أساطيرها، وكل بطولة ليها نجومها اللي بيسطروا فيها أهداف وقدرات وإبداعات، بيذهلوا العالم، بيذهلوا أفريقيا، بيخلونا نفضل دايماً قادرين نفتكرهم، ونفضل دايماً حاسين إن دول عملوا حاجة، غيروا الشكل، غيروا المعنى لكرة القدم. النجومية ليها تمن، والتمن ان انت ترضي الناس بمهاراتك وقدراتك. نجوم كتير في البطولة دي قدموا حاجات غير عادية، على رأسهم او يجي اول واحد فرانسوان بيلي، نجم منتخب الكونغو برازافيل، اللي نقول ايه، هو الكابتن اللي خد كل منتخب الكونغو وكسب بالبطولة لنهاية المشوار. مبيلي كان لاعب بصراحة من اللعيب الكبار قوي، ومن أفضل اللعيبة الأفارقة عبر التاريخ. كل اللي كتبوا عنه وشافوه ودونوا عنه، لحظاته، قدراته، أهدافه، ستايله، شكله، قالوا عليه إنه كانوا معجزة، مش بس في أفريقيا، ده كمان في أوروبا. لعب في أندية كبيرة زي باريس سان جيرمان، اللي حاطينه عندهم في كتاب التاريخ بتاعهم. كان مع كمان إمبيلي بول موكيلا. موكيلا ده كان تم اختياره أفضل لاعب من 200 لاعب في تاريخ قارة أفريقيا، وموكيلا كان لاعب القرن في بلده، يعني هو الأسطورة بتاعتهم، هو النجمة بتاعتهم. كلمنا على أسطورتين، لكن ما نقدرش نقف بس كده وخلاص. مالي كمان قدمت بطولة غير عادية، وقدمت أسطورة فاندماتي كيتا، اللي توج في النهاية بلقب هداف البطولة. فاندماتي كيتا اللي خد هداف البطولة 5 أهداف، فاندماتي كيتا قلب الدنيا، أسطورة من الأساطير الذهبية المالية. هو معاه طبعا نجم النجوم، الراجل ده حفر نفسه في منطقة تانية، مش بس في مالي، في أفريقيا كلها. ساليف كيتا، لأول ظهور ليه في الأمم الأفريقية، وأول ظهور ليه، أول لاعب ياخد الكرة الذهبية للأمم الأفريقية، أول لاعب ياخد الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي من مجلة الفرنس فوتبول، أول ظهور لمجلة الفرنس فوتبول، وأول اختيار لمجلة الفرنس فوتبول لأحسن لاعب في تاريخ أفريقيا 1970 كان ساليف كيتا. ساليف كيتا أول لاعب يتوج بلقب الملك، ملك إفريقيا، ساليف كيتا. المغرب كمان في أول ظهور ليها زيها زي مالي، قدمت واحد من علامة. يعني لما تيجي تتكلم على تاريخ المغرب بقى، كل اللي احنا نعرفه بدو الزكي وعزيز بودربابا وتمومي لا تقف قوي عند أحمد فرس. هو كان فرس،
كان لعيب سريع قوي متألق، كان نجم من نجوم البطولة، الناس كانت بتحب تتفرج عليه، وهداف المغرب على مدار تاريخه، على مدار تاريخ المغرب في الأمم الأفريقية يظل أحمد فرس هو النجم الأول الهداف في تاريخ كل المغرب. بطولة كانت رائعة، حكيت لكم عنها كل تفاصيلها، كل دقائقها، كل لحظاتها، كل نجاحاتها. خلصت بطولتنا لكن مش قادر أختم حلقتنا. بطولة خلصت لكن أعلن الاتحاد الأفريقي إن البطولة القادمة في مصر 1974. هتقول أنت سعيد قوي ليه يا أيمن؟ هقول لك أنا سعيد إن أنا عشت الخمس سنين السود من سنة 67 لسنة 73، كان حزن، سواد، إحباط، لكن البطولة في مصر 74 بعد نصر أكتوبر الأسود بقى أبيض، الضحكة بقت من هنا لهنا، الشعب كله بيزغرط، كرامتنا رجعت، حقيقتنا رجعت، شخصيتنا رجعت، مصر مستنية كل أفريقيا كالعادة، حب، ود، منتهى الترحاب، مصر سعيدة. 1974 بطولة الأمم الأفريقية في مصر، أم الدنيا.